سلام المسيح أحبائي مشاهدي قناة نور سات، نرحب بكم من عمان إلى لبنان إلى كل مكان. نصحبكم في حلقة جديدة من صباحكم نور بعنوان يسوع يشبع جوع الإنسان. بالعادة الدكتورة باسمة السمعان وبمرافقة روحية مني أنا الأب جورج رايحة، ولكن اليوم استثنائيا بسبب انشغالات الدكتورة سأكون معكم مصليا عودتها سالمة الأسبوع القادم بعون الله. كما ومعي هنا في الاستديو صديق نور سات وليس ضيف علينا، الدكتور فادي رزق استشاري تربوي وأسري، كما ويقدم أيضا برنامج تغيير على نور سات. صباحك نور دكتور. صباحك نور وصباح جميع المشاهدين في كل مكان، وشكرا لأجل الاستضافة الجميلة. الله يخليك. ومعنا عبر الهاتف من بلدة أرميمين كالعادة قدس الأب المعلم فرح حجازين، ومن لبنان الأخت الراهبة مريان واكيم من الرهبنة المخلصية، ومع الفن والرسم والإبداع ستكون معنا الفنانة التشكيلية المؤمنة هبة كعوار. نعم خليكم معنا وما تفلوا عنا. بداية دكتور فادي صباحك نور مجددا. صباحكم نور. في الحديث عن موضوع الحلقة يسوع يشبع جوع الإنسان سوف يتحدث الأب حجازين بعد قليل على الهاتف عن الناحية الروحية والإيمانية وكيف يشبع يسوع، زي ما كنا نحكي قبل ما نطلع على الهواء قديش يسوع قادر على أنه يشبع شغف الإنسان القلبي والعقلي والفكري وحتى الجسدي. راح يتحدث أبونا فرح عن الإشباع الجموع. صحيح. يعني اهتم بكل شيء يسوع، مش في ناس كثير بيفكروا خطأ أنه يسوع بس من الناحية الروحانية اهتم بالإنسان، لما كان يشفي ويتعاطف مع وجع الإنسان فهذا أعطى الأبعاد متساوي جميع الأبعاد اللي كان أفلاطون يحكي عنها، العربة التي تجرها ثلاثة خيول العقل والقلب والنفس التكاملية. صحيح. الإنسان الروحي إذا تقدم أحد هذه الخيول على العربة فإنها سوف تميل. صح. لابد أن يسيرون على نفس ما حضرتك. ما حضرتك دكتور سوف نتحدث من الناحية النفسية طبعا ومن خلال علم النفس وعلم الاجتماع. بنحب نسمع دكتور من حضرتك عن موضوع الجوع المرضي. احنا بنحكي يسوع يشبع، ولكن الانسان احيانا بحط يسوع على جال وبصير هو بده يتشاطر ويقول لك خلي مخططك، انا كمان انسان ذكي وقادر اني اعمل مخططي، فبصير في عنده هذا الجوع المرضي على كافه الاصعده. نعم الجوع المزمن حتى الاكستريم، بصير اي الافراط الجامح الحاد في الحب في العلم والمعرفه في الحاجات البيولوجية المحضة من الأكل واللباس والجنس وكل حاجياته، بصير ما بيكتفي بالشيء، بصير بده أكثر بده أكثر، وهذا بصير في الطمع والجشع وبصير في إيذاء. شو بتحدثنا عن هذا الموضوع دكتور؟ إذا بتلاحظ أبونا إنه من البداية من بدايات من أيام آدم وحواء وامشي، قديش كان الإنسان يفكر حاله زي ما أنت تفضلت هلا إنه ذكي زيادة عن اللزوم، إنه الله أوكي أنت موجود أعطيتني أن أكون موجود ماشي في هالحياة، لكن معلش في بعض الظروف اتركني، بدي أنا أشوف، بدي أنا أجرب، بدي أنا أعرف أكثر. ونسي إنه الله يعني القدير العظيم اللي هو أساسا عارف كل إشي عم بيصير حواليك، وهو اللي عم بيساعدنا حتى نمشي، ما أخذنا استشارته، فصرنا كل واحد بده يميل بحسب اتجاهاته. والخطية ساعدت كتير الإنسان إنه يبعد عن الله ويروح في اتجاهات كتير بعيدة، وهون منبلش مشوار الأمراض اللي عمالها بتصير والاضطرابات والمشاكل اللي عمالها بتصير بسبب الخطية. الخطية بعدت الإنسان عن الله، بعدته عن الفهم اللي موجود في كلمة الله، وتوصلنا مع تطور الزمان والحياة والمجتمع والتكنولوجيا، ولغاية هذا الجيل اللي احنا هلا ماشيين فيه بتشوف شغلات كتير. إذا بدنا نحكي عن الجوع النهمي هذا الكتير اللي عماله بصير من مواقف كتير، والموضوع مش سهل. يعني لما انت حكيتولي عن الموضوع
الموضوع باخذ وقت وانت تفكر انه عن جد تشوف كيف المجتمع، وبدنا نفكر فيها من ناحيه عمليه، يعني ما بدنا نحكي مصطلحات كبيره لكن بدنا نحكيها بطريقه بسيطه. شو اللي عماله بصير هلا حاليا؟ اللي عماله بصير هلا اذا بدنا نحكي على مستوى الشوبينج الاونلاين، اللي عماله بصير انه في ناس مش معقول شو اللي عم بصير، انه بس قاعده عمالها بتشوف شو في عم بينزل اول باول وشو هذا، وبسرعه بضلهم يوصلوا يشتروا يشتروا، بيجمعوا بهالعربايه التسوق وبضلهم يشتروا يشتروا. ف بتلاحظ انه في استنزاف للموارد، وهذا بصفي جزء منه ادمان. العقل عندنا مسؤول عن هاي النواحي، كثير من النواحي بيحفظها العقل وبيخليها تكون هي العاده الدائمه عندك. اذا بدنا نحكي على مستوى مشتريات، يعني هاي ابسط الشغلات اللي هلا عمالنا بنشوفها، تكون حط قائمه ما بتلتزم فيها بس تفوت وتلاقيه على الانترنت ماسك هذا وبلش بدي هاي، عجبتني البلوزه هاي، عجبني الاكسسوارز هاي، وعجبني التليفون، عجبني كذا، تلاقي بجمع بهالصندوق وبروح بدفع حقه كلياته، ويمكن نصه اذا مش اكثر مش بحاجته مش عم بستعمله. وفي ناس عم بتواصل، كنت مع الفترة الماضية مع ناس بقول لك إذا ما مسكت التليفون فتحت الابليكيشن بلشت أشوف شو بدي أشتري ما بعرف أرتاح. شوف لوين هذا، إيش هذا، هذا اسمه إفراط في 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 هاي الأمور، في هاي الاتجاه المرضي. هذا ممكن يوصل لمرحلة اضطراب، بدمن على شيء معين، بصير بس فقط بده يشتري هالأشياء. وفي ناس مره كتبوا على الفيسبوك، انا عم بتابع ناس بيقولوا معقول انا صار لي اسبوع مش طالب من الموقع الفلاني اشياء على الانترنت اونلاين، معقول انا انجاز هذا، انه يعني معقول خفيت من ادماني انا، معقول. وهون بتبلش المشوار الصعب، اذا بلش الفكر والعقل يلتزم بشيء واحد بدون وعي بيروح للاكستريم. اقول لك دكتور على كلام ألاحظ حالي لما بيطلبوا مني في البيت قائمة بدي أطلع على المول أجيبها، إذا بكون جوعان تطلع الفاتورة عالية أكثر، صدقني 100% صح، صدقني، لأني بصير مثلا من هذا النوع بدي أجيب أكثر من شغلة، بدي أعبي النهم الجوع اللي يعني. فقلت لهم ممنوع، بتغدوني بتطعموني وفي قائمة مكتوبة غيرها ما بجيبش إشي. تأكيد على كلامك، أنا لما بنطلع نشتري بقول لهم، يعني أنا وزوجتي بقول لهم حنكون شبعانين وبعدين بنطلع نشتري، وبعدين بنطلع، لأن عن جد لاحظتها إنه الفاتورة بتطلع أعلى، خصوصا اليوم المولات عم يشوف فيهم يعني كل الاشياء الموجوده. صحيح. مش بس اللي انت بحاجتها والكماليات. الفكر ابونا مش سهل، الفكر اذا ما كان عندك اتزان زي ما انت قلت بيروح للاكستريم، والاكستريم هذا كثير سيء، هذا اللي بيوديك في اتجاهات ومشاكل يعني صعبه جدا وصعب السيطره عليها. فبتلاقيك انت بتفكر باتجاهات انه مثلا بدي اكل، فبتلاقي كل حياتك بس تفكيرك في اتجاه الأكل، وبتلاقي حالك بلشت تأكل أكل زيادة عن اللزوم. وممكن تكتشف هذا الإشي في مواقف لما تطلع مثلا على عرس ولا على حفلة ولا على فندق. أنت عادة بالبيت قديش بتحط صحن لما تأكل؟ تحط المقدار اللي أنت متعود عليه. ليش بس نوصل للفنادق أو نوصل لأماكن معينة فيها أكل مجانا مكسب تلاقي الصحن مش معروف معالمه، ما هو الرز وين ولا الصوص وين ولا الخلطة فوق بعض. هذا جزء منه اضطراب، هذا بنوصل لمراحل صعبة شوي. ليه منفكر بهاي الطريقة؟ ليش ما بيكون في عنا توازن في كل شيء في حياتنا؟ بقول لك مش سهل، لأنه إذا ترجع للصح عندك أنماط تربوية مختلفة. أنت شو بالبيت تربيت أنت وصغير بناء عليه بده ينعكس عليك أنت وكبير. دكتور ولا مقاطع بحديثك، وفي قبل هيك بحس أنا كمان الجينات، يعني في إشي الطفل قاعد بأخذه وأنت بتحط كل الدنيا، بس بتحس أنه يا عمي حتى السيئات اللي كانت فيك واشتغلت على حالك أنت كشخص لما فهمت بعلم النفس وعالجتهم عم بطلعوا بالجينات، الأولاد بيعملوا زيك زي ما أنت كنت قبل. طب كمان هاي شو بده عدلها؟ بدك ترجع تدرب، بدك ترجع تحكي في هذا الموضوع، بدك تشوف كيف الموقف بيصير بهاي الاتجاه، أنت كيف ترجع تشوف، لأنه أخطائك أنت اللي شفتها في حالك بدكش تشوفها في أولادك، فأنت بتساعدهم، وبالعكس هذا فرصة أنك أنت تكشف الزاوية الاتجاه الآخر والبعد الثاني عن هذا الموقف عشان تقدر تساعده. فبرجع للنمط التربوي قديش عشت أنت وصغير، إذا عشت على أسلوب معين فأنت تربيت عليه فأنت راح تكبر على هذا الاتجاه. بس إذا عالجته أنت وما بدك أولاده يوقعوا فيه، فأنت بسهل جدا تقدر تعالج أولادك من قبل
أو أول ما تبلش تلاحظ بصيص أمل بهذا الموقف أو شيء معين، بتقدر أنت دايركت تدخل على الخط وتعالج وتساعد. ليه؟ لأنك أنت عارف شو ممكن يصير، لأنه أنت صار معك هذا. فالإكسبيرينس اللي أنت أخذتها من أنت وصغير وشاب وصرت كبير وعالجتها، تقدر بسهولة تساعد فيها الأولاد. يعني دائما بقول لهم للأولاد، وخصوصا فترة المراهقة، بقول لهم أنتوا أعتقد أنه عندكم معلومات أكثر مني، تقدروا تحصلوا المعلومة بدون خدمتي ولا جميلتي، ولكن أنا عندي الخبرة بس، هي هاي اللي بتفوق عليكم فيها، والمعلومة زي ما أنتوا بتقدروا تطلعوها حبايبي أنا بقدر أطلعها كمان. صحيح. فيعني مش كثير بدي من معلوماتكم، إلا نتبادل خبرات مع بعضنا البعض، بما أنه خبرتي أطول وفي زمن مختلف وفي مجتمع اليوم زي ما تفضلنا قبل الهواء، يعني اليوم كل شيء صار متاح. صحيح. الطفل اللي بصف أول ابتدائي معه لابتوب اللي كنا نخبيهم عنهم والموبايلات ونقول بس ساعة باليوم، اليوم المدارس لما حولت أونلاين اشتريت لكل واحد جهاز، وهلا حاط عليه باسورد الطفل اللي كيجي تو واللي صف أول حاط باسورد على جهازه، لما بدك تأخذه منه بيتحول حالي نفسي، بطلت تقدر تأخذه منهم. يعني دكتور حكي أنا وبغنى حضرتك حكيت عن موضوع الحاجات البيولوجية، خلينا نقول الأكل والتسوق والشوبينج، وهي بيصفي كمان في موضوع الحب العاطفي، سواء كان حب ما قبل الزواج، الخطبان، العلاقات اللي حتى خارج إطار الزواج، حتى اللي بتزوجوا، حتى اللي بيكونوا متجوزين وبعد فترة بيملوا من بعض. اليوم يشوف عندنا المحاكم الكنسية كثير عدد، نسبة الانفصالات الزواج صارت عدد كثير كبير. فبالتالي نحكي فيه دكتور اليوم قديش الحبيب ممكن يضغطه للشخص اللي بحبه، ولما يصير في عنده هذا الجوع وهذا النهم للعلاقة فبتحول. احنا بنحكي عن حب مش جنس، احنا بنحكي كل ما قبل. صحيح. العلاقة بنحكي قديش في بخنقه، قديش بحس الشخص الآخر سواء الشاب أو البنت انه مو هذا الشخص المناسب، وبتحول هذا الحب إلى حب مرضي مؤذي للشخص المقابل ومؤذي لنفس الشخص، وقديش الشخص السوي بيقدر ينسحب، وقديش الشخص اللي مش سوي بالعلاقة ممكن يؤذي نفسه وممكن يؤذي الآخر. شو الإمكانيات دكتور للشفاء الشخص؟ يعني عيادات مثلا؟ هلا احنا خلينا ندخل باتجاه الأولاني، انه التعلق الزائد بهذا الشخص حتى لو كان أولادنا على فكرة، هذا اللي بدي احكي عنه، هذا اللي بدي احكي عنه، مع أخوه. التعلق بشخص قريب منه سواء كان حبيب أو سواء كان أب أو أم أو أطفال، هذا التعلق الزائد هذا مشكلة، هذا بيسبب يعني نوع من أنواع الاضطرابات النفسية، لأنه في يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات ممكن تخسر الشخص اللي قدامك لا سمح الله. أنت عندك الناس، إحنا كل يوم عم نسمع بحالات الوفاة، وحتى لو بدون وفاة انفصال يعني، وممكن يسافر، ممكن. أنت بتعرف أقول لك شغلة عن موقف أنا صار معي أنا وصغير، أنه كان بدي أسافر عشان أدرس برا، ما خلوني أهلي بسبب التعلق الزائد. ففي نقاط أنت بتشوفها غريبة، أنه يعني طب لو عطتوني مثلا فرصة مش كان نوع إشي بحياتي، أو أخذت فرصة يعني ممكن تكون أفضل لإلي. لكن هذا التعلق الزائد هو بحد ذاته مرض، لأنه ممكن واحد يسافر، ممكن وفاة، ممكن انفصال، طب كيف بدك تتصرف بعديها؟ هون المشكلة. إذا كنت أنت بتحب شخص لدرجة التعلق واختفى هذا الشخص من حياتك، شو بدك تسوي أنت؟ هون ببلش الاضطراب، هون ببلش القلق، ببلش الوسواس، ببلش الاكتئاب، تركني، مش موجود معاي، مش واقف بيساعدني، طب أنا بأمس الحاجة إله، طب اختفى من حياتي. وهون بندخل في مراحل صعبة جدا نوصل فيها مرات، والإكستريم تبعها ممكن يوصل للانتحار، ممكن يوصل كمان إنه من كتر ما هو مضغوط بتصيبه سكتة قلبية وبتوفى هذا الشخص. هذا التعلق الزائد بيخوف. إحنا لازم يكون في عنا اتزان في كل شيء. اتزان، لأنه بتحول إذا أنانية، إذا أنا استقليت في لحالي عن كل اللي حوالي كمان ما بنصير أنانية. لازم يكون عندي فكر نضوج يعني واسع شوي صغيرة، إنه أنا معرض في أي لحظة إنه ممكن هذا الشخص اللي قدامي يختفي من حياتي، فلازم أتقبل اختفاء أو بعد هذا الشخص. ممكن يكون بس مسافر لفترة سنة معينة، 6 شهور إلى آخره، وبعدين برجع. لازم أكون عندي هذا التقبل إنه في شخص موجود في حياتي كتير، صح واقف معي وأنا بحبه كتير، بس ممكن يروح ويرجع، ممكن يروح ما يرجع، فلازم يكون في عندي اتزان بهذا الشيء. اللي عنده تعلق كتير زائد ومش قادر يتخلص من هذا الشيء، أنا بخص دائما اتجاهين في هذا الموضوع. لازم يصلي، لازم يدخل الله في كل مرحلة من مراحل حياته حتى يوجهه، يرشده، يعلمه، يعرف كيف يساعده.
والاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه البشري اللي الله أوجده في حياتنا علم النفس. في أخصائيين نفسيين وأخصائيين صحة عقلية ودكاترة مسؤولين إنه يساعدونا لنطلع من هيك مواقف. فهدول الخطين كتير مهمين، ما بفصل خط من خط، التنين بيمشوا على نفس الخط. أنا لازم أحط الله في الصورة الأساسية في حياتي، لازم أنا أعرف وين رايح، لازم الله يرشدني من خلال كلمته، من خلال الأشخاص الروحيين الموجودين في حياتي يرشدوني، بلس إنه أنا كمان في عندي إشي روحي إشي نفسي أتعالج منه. لأنه إذا ضليتك على هذا الخط ممكن تخسر كتير أشياء. 100%. دكتور، في مثل أو حكمة بتستوقفني بنفس سياق حديث حضرتك، بتحكي عندما تصعد إلى القارب جدف بالعصي بالقارب كأنك لن تصل إلا بقوة ساعديك، وصلي لله كأنك لن تصل إلا بصلاتك إليه. صحيح. يعني هالتنتين، واحدة من المجاديف اللي هاي بتعتمد على عضلاتي، والثانية على بركة ربنا. صحيح. بس ما بزبط تقول أنا ربنا بده يمشيني وأنا ما بديش أبذل، فاسعى يا عبد وأنا بسعى معك. بالضبط، ما بينفع التوافقية في 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 في, في يعني الموضوع. شباب، نجهز اتصال أبونا فرح خلال الدكتور ما بيعقب. في عنا خطوات معينة حتى نحاول، مثلا إذا دخلنا في مراحل الحب وشفت إنه شخص هذا اللي قدامي بده يعني مش عارف أخلص من حبه، وهو خلص راح تركني ومش موجود في حياتي. يمكن هذا أكتر شيء بيواجهه الشباب في مراحل الحب، إنه يعني بيكونوا اثنين بيحبوا بعض وبعدين سواء الظروف أو سواء المواقف أو سواء اختلاف الأفكار ما قدروا يكملوا مع بعض. وما إلها علاقة بالعمر، في ناس بيفكروا إنه هاي في مراهقة على 60 ما لهاش دخل بالعمر يعني. صحيح. فمهم جدا إن الواحد يخلص من الذكريات القديمة. هاي الذكريات القديمة إذا ضليتك أنت مشيها معك عمرك ما بتطلع من هاي العلاقة. بتتجاوز. فلازم بدك تطلع منها، بدك تشوف مصادر تانية للسعادة، بدك تفكر بمصادر تانية أنا أكون فرحان فيها. يعني ما تخلي عندك هدايا منه أو منها، ما على الفيسبوك شيله عشان ما تضل ذكرياته أو هذا الشخص في كل محتوى في حياته عم بيعمله وبينزله أنت شايفه عايش معه، فأنت كل يوم رح ضلك تتأثر وضلك زعلان، ممكن تشعر بالذنب، ممكن تقول السبب مني انه انا اللي خسرته، وتبلش تحط على حالك حمل يمكن يكون مش هو الصحيح، وتبلش تحط على حالك قلق زياده عن اللزوم وتوتر ومتبع لهذا الشخص بكل خطوه في حياتك. لا، حاول تبعد، حاول تنسى. فانا عم بعطي نصائح كتير مهمه. اشغل وقتك، خلي وقتك يكون مشغول مش مع هذا الشخص، في عندك اصدقاء سواء اقدام او جداد، اشغل وقتك بدل ما يكون مصدر واحد للسعاده اللي كان عندك، خلي يكون في عندك ناس تانية يعطوك مصدر للسعاده. ما تدخل نفسك بدائره الضمير والتانيب وانه الحق عليه شيء، هذا حكي ابعد عنه. ابدا قصتك جديده بعدين، بس بعد ما تطلع من هاي المرحله. ما تربط قصه جديده دايركت ورا ترك علاقة مع بعض، لأنه ممكن توقع تعويضية كمان. ترجع بصير تعويضية. صباحك نور أبونا فرح حجازين. صباح الأنوار لك. خلينا إياك يعني أنا اليوم سمحت لنفسي أقول الأب فرح حجازين الأب المعلم. العفو. يعني درستنا وإحنا صغار وإحنا كبار، وإنت دائما فأنت أول معلم بالأردن علم التعليم المسيحي. السوح هو المعلم الأول. آمين يا حبيبي. تحية للدكتور، تحية للدكتور فادي رزق، الله يعطيه العافية. يسعد صباحك أبونا، كثير فخورين أنك أنت موجود معنا يا أبونا. كنا إصغاء. يلا. المقدم إلى موضوعنا، يدعي البعض أن ديانتنا المسيحية هي ناقصة لأن لا تهتم إلا بشؤون الإنسان الروحية ولا تهتم بحاجاته الجسدية والعقلية، وهذا غير صحيح. فالسيد المسيح قد اهتم بالإنسان، بكل الإنسان وبجميع حاجاته الجسدية والعقلية والروحية. حديثنا إذن أولا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي حاجات الجسد أو ما يسمى جوع الجسد إلى الخبز. منذ القدم تنبأ إشعياء النبي أن السيد المسيح عندما يأتي سيجري المعجزات الشفائية. عندما بدأ السيد المسيح حياته العلنية دخل المجمع يوم السبت الناصرة فقرأ ما جاء عنه في إشعياء: روح الرب نازل علي لأنه مسحني ليبشر الفقراء، وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم، وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة قبول عند الرب.
وعندما أرسل يوحنا المعمدان اثنين من تلاميذه يسألونه أأنت الآتي أم آخر ننتظر؟ أجابهما يسوع اذهبا فاخبرا يوحنا بما سمعتما ورأيتما. العميان يبصرون، العرج يمشون مشا سويا، البرص يبرعون، والصم يسمعون، الموتى يقومون، الفقراء يبشرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة. وكان يسوع في تلك الساعة قد شفى أناسا كثيرين من الأمراض والعلل والأرواح الخبيثة، ووهب البصر لكثير من العميان. ونقرأ في إنجيل لوقا ما يلي: ولما غربت الشمس جعل جميع الذين عندهم مرض على اختلاف العلل يأتونهم به، فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيه. كذلك لم يتردد يسوع لأن يكثر الخبز أكثر من مرة ليطعم الجماهير التي كانت تتبع في البرية لسماع كلمته، فأكلوا حتى شبعوا. فظهر يسوع بذلك أكبر من موسى. أنهي كلمتي عن جوع الجسد بهذه الكلمات الجميلة التي تدعونا إلى عمل الخير، لا إلى الكلام عن عمل الخير فقط، كما يقول قديس يوحنا الحبيب: لا تكون محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحق. ومن كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه فكيف تقيم محبة الله فيه؟ ثانيا، حاجات العقل أو جوع العقل إلى المعرفة. لم يأتي السيد المسيح لطعام الإنسان خبزا ماديا، بل لكي يعلمه ويبشره بملكوت الله، لكي يعلمه كيف يجب أن يعيش لكي يرضي الله ويرضي نفسه ويرضي القريب. جاء لكي يعلمه الطريق الصحيح المؤدي إلى السماء. جاء لكي يعلمه الحقيقة وسط الشك الذي يعيشه الإنسان. جاء لكي يمنحه الحياة الحقيقية التي لا تفنى. يقول لنا إنجيل القديس متى: وكان يسوع يسير في الجليل كله يعلم في مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت. ومن منا لا يذكر عظة الجبل، الدستور الجديد للإنسان الجديد، إنسان الروح. فلما رأى الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم. ومن منا لا يذكر الأمثال التي من خلالها يطلعنا السيد المسيح على أسرار الملكوت. ثالثا، حاجات القلب أو جوع القلب إلى الله. صحيح أن يسوع اهتم بحاجات الجسد وعلم الإنسان أسرار الملكوت، أما اختصاص يسوع هو أن يقدم لنا طعام القلب. فما كثر يسوع الخبز إلا ليجعل منه علامة للطعام الروحي. فقال يسوع لليهود الذين يتبعون في اليوم الثاني لمعجزة تكثير الخبز: تطلبونني لأنكم أكلت الخبز وشبعتم، اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي في الحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن البشر. وهذا الطعام كما قال السيد المسيح هو نفسه: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيى للأبد، والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي أبذله ليحيى العالم. فجوع الجسد والعقل لا يضمن للإنسان السعادة. حضارة بدون محبة ومخافة الله لا تضمن للإنسان السعادة. إن أرفع نسبة من الانتحارات نجدها لدى أرفع الشعوب علميا وأكثرها غنى ماديا. صحيح. إن هؤلاء الناس يشبعون الأجساد من الخبز والعقول من المعرفة، لكنهم يفرغون القلوب من عاطفة الدين فيشقون. ذلك أن الإنسان مخلوق لله كما يقول قديس أغسطينوس: ولن يرتاح إلا فيه. أما قال السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بدون المحبة كل شيء عادي تافه، دون المحبة كل شيء هو فتن. المحبة ليست ركنا من أركان الدين، هي الدين كله، لأنها معيار الصدق والحقيقة. المحبة ليست صفة من صفات الله ولا اسم من أسمائه الحسنى، هي عندنا اسم الله الحقيقي، وباقي الأسماء هي مجازات لا حقائق. هي اسم العلم
وباقي الأسماء هي نعوت، هي بداية حياة الله. فمن اعتدى على المحبة اعتدى على الله فارتكب خطأ مميتا، لأن الله محبة. نعم صحيح. فباطلا يحاول الإنسان أن يجد بديلا عن المحبة، لا الصلوات ولا الصيامات ولا تلاوة المسابح ولا التبرعات ولا بناء الكنائس والمزارات لا يعفينا من المحبة. وحدها المحبة أقوى من الموت، وبدون المحبة الموت أقوى من كل قوة، ولنا الاختيار إما الموت وإما المحبة. أنهي كلامي ببعض ما قاله القديس بولس في المحبة: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولم تكن لي المحبة فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. لو أسلمت الجسد ليحرق ولم تكن لي المحبة فما يجدين ذلك نفعا. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمها المحبة. والمجد للرب. أمين أمين. أبونا يسلم لسانك، عن جد كلام بالعمق كالمعتاد يعني. ويعني شو بدي أعقب الواحد يعني هذا الكلام يعني. الشبع من ربنا نياله الإنسان، لأنه بيشبع من باقي الأشياء، بس إحنا بدنا نشبع من باقي الأشياء أول، بعدين بدنا نشبع من ربنا. أكيد. قال بس الروح عنده بنشبع منه كثير، هيك بقول لهم الناس. بدنا هلا نعب بطننا. الله وبره والباقي يزاد. للأسف طبعاً. صحيح. 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 أبونا صباحك نور، وشاكرين لالتزامك مع نور سات، وباسم الدكتورة باسمة والدكتور فادي بنقدم لك أسمى مشاعر الشكر. شكراً وربنا يوفقكم. تسلم يا حبيبي. شكراً لك أبونا، يعني الكلام اللي أنت حكيته كلام صحيح 100% وفي الصميم، لأنه إذا بتشوفوا أبونا يعني إذا نرجع، هو حكى أول جملة يعني كتير قوية أبونا، حكى إنه الناس بتقول إن الكتاب المقدس هو فقط للأمور الروحية. نعم صحيح. بس الله لما كان موجود بالجسد يسوع المسيح كان عم بتحنن وبلاحظ وبيعتبر بالمشاعر. مش أقام ابن أرملة نايين وعمل معجزات أخرى، أشبع الناس، انتبه لمشاعرهم، حتى الأطفال قال دعوا الأطفال يأتون إلي. ليه؟ بيهتم بمشاعر، بيهتم بالنفس، بيهتم بالفكر، بيهتم بالجسد، يعني شامل الأمور. الموضوع يعني الموضوع قديش يعني الكلام اللي حكاه أبونا قديش كلام قوي، لأنه إذا بتلاحظ في العصر اللي إحنا هلا عايشينه الناس عم تهمل كتير أركان من الله في حياتهم، وعم تنتبه بس إنه هلأ إحنا شو بدنا نعيش وكيف بدنا نسوي. ما بينفع هذا الحكي، كتير صعب. يعني إذا بتلاحظ أبونا حتى على مستوى الأكل، على مستوى الأكل مش في ناس بتصير عندها نهم وجوع كتير كبير لهذا الإشي؟ في إشي اسمه اضطراب يعني الشره المرضي العصبي، هاي نوبات التهام سريعة للأكل، بعدين بشعر بالذنب بصير بده يطلع كل هذا الاكل، فبروح انه يستفرغ هذا الاكل او ما ابشع بالضبط. وفي ناس واقعه في هذا الموقف بطريقه صعبه جدا، مش عارفين كيف يتخلصوا من هذا الموقف. ليه؟ لانه بعيدين كل البعد. مش حكى ابونا انه في ناس راقي جدا ومعها مصاري كتير ومبسوطه في حياتها الارضيه، لكن ما عندها الشعور بالرضا او السعاده. هي الرضا اللي بقود للسعاده، لانها تنبع من الداخل في النهايه. مش السعادة موجود، فبيؤدي الى انتحارهم. قديش سمعنا عن فنانين قدماء وناس معاهم ومشاهير وناس معاهم مصاري كتير، بقول لك نحن نفتقد للسعاده، مش فرحانين في حياتنا. السعادات اللي احنا عم نشعر فيها بحياتنا هي مؤقته وصغيره. يعني هذا كلياته بيؤدي بعد عن الله. هذا نعم. كل البعد عن الله، وين تقربك من الله لأنك أنت تشعر بالرضا معاه، خليه يدلك. في دائما مشهد تاني احنا مش شايفينه، كل المشاهد الأرضية احنا شايفينه، بعد واحد هو بشوف ثلاث أبعاد. ففي مشهد تاني، والبعد الثاني اللي احنا مش شايفينه، دائما بنصلي يا رب افتح عيوننا نشوف المشهد التاني، اعطينا الحكمة.
يعني بوقع في اشخاص بوقعوا مثلا من اللي كنا بنحكي فيه هذا المرض اللي بياكله بسرعه بطريقه سريعه وبعدين بصير بده يستفرغ او بده ياخذ ادويه مسهلات او بده يعمل رجيم قاسي جدا بيمتنع عن الاكل تماما لانه دخل في هيك مجال. فشوف الامراض اللي بتصير من اكتئاب، قلق، شعور بالعزله، إذا كان بده يضل يراجع الأكل اللي أكله بصيبه يا قرحة يا إما ارتداد مريئي يا إما مشاكل صحية مختلفة، وهذا كتير صعب، هذا كتير صعب، هذا بده علاج نفسي، محتاجين يتعالج نفسي، يحتاج حدا دائما يوقف جنبنا ويساعدنا على الصعيدين، على الصعيد الروحي خلي الله يوقف جنبك ويرشدك، وعلى الصعيد البشري أبونا أنت مثلا صديقي كتير وأنت قريب مني كتير بدك توقف جنبي وتسندني وتساعدني وحتى دائما توقف معي. شو عم يصير معك؟ بالزبط. شو سويت؟ بدك تكون مسائل لإلي، أنت تسألني وأنا لازم أجاوبك. ليش؟ لأني بثق فيك، فلازم يكون في شخص عنده شخص ثقة. شباب بتحضرنا اتصال أختنا الراهبة لنكون كملنا المحور الثاني مع الدكتور فادي. دكتور فادي، عكس الإفراط بالجامح والحاد والإكستريم كنا نحكي عنه، في إشي اسمه الاعتدال. بحب أقرأ لك من سليمان الحكيم. بحكي سليمان الحكيم بعد ما عمل كل إشي ممكن ينعمل، يعني لا خلى قصور ولا خلى بيوت، حتى بنى هيكل لربنا. يعني الله لما طلب سليمان قال أعطيني الحكمة. فهلا بعد اتصال الراهبة راح أحكي شو شاف سليمان بعد كل اللي عمله لوين وصل، للي إحنا وصلنا له هلا قاعد نحكي فيه بنفس السياق وبنفس الفكرة اللي حكى فيها أبونا. بونجور يا مسير. أهلا أبونا، يسعد صباحك. الله يخلينا إياك، يعني أنا مسميك خادمة الأردن الروحية سنوات طويلة يا مسير. إيه مرسي، أكيد بنحن، ما فينا بحن. ما فينا أكيد. إلا نتواصل. إيه طبعا لازم، وأنا بضل بحن. الله يخليك يا ربي يقويك، ويعني ويشبعنا يسوع كلياتنا، يشبعنا من كل شيء. هيدي اهم شيء يشبعنا. شو بتخبرينا؟ انا بحب شوي ارجع شوي صغيره للعهد القديم وبرجع بربطها بالعهد الجديد. بليز. وقت اللي بتثنيه الاشتراع بيرجع الله بيذكر الشعب بالخبره يلي عاشوها بالصحراء. حتى بيقول لهم انه ما تنسوا بما معنى انه الرب الهك هو يلي اعطاك المن ويلي انت ما كنت بتعرفه، بيرجع بيكفي معهم تيقول لهم ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما يخرج من فم الرب، حسب تثنية الاشتراع بالفصل الثامن. فهون بحس انا انه بهيدا النص وكأنه الله عم يرجع بالشعب المختار يلي وصل لمرحلة وعاش استقلالية ورفاهية وبعد شوي عن الله وكأنه هو يلي قام بهيدا المجهود، تيذكرهم أنه أنتم ما تنسوا بالأرض العبودية لو ما كان الله موجود مع هيدا الشعب ما كان قدر يطلع. فقديش الاتكال بحياتنا على الله وأنه هو موجود معنا على طول بيقدر شوي يعبي حياتنا ويشبع هيدا الفراغ وهيدا الجوع يلي عنا، لأنه الجوع الجسدي يلي الإنسان بيحمله يلي هو شيء أساسي بالطبيعة البشرية أنه الواحد بيجوع بياكل بيشبع بيرجع بيجوع، ولكن الجوع الأعمق والأساسي أكثر هو جوع الإنسان لأنه يعيش حياة، جوع الحياة هو جوع للحب وهو جوع أبدية. فكانت وكأنه إذا بدنا نعطي هيدا التشبيه علامة المن مثل خبرة عاش هيدا الإنسان بتعطي معنى أعمق من أنه بس الطعام، هو الجوع العميق يلي موجود بقلب كل إنسان ويلي نحن قدرنا عبيناه من خلال يسوع المسيح يلي هو بيقلنا أنا هو خبز الحياة، هو الخبز الحي يلي يعطي الحياة للعالم. فهو منه بس مجرد غذاء عادي مثل المن يلي أكله الشعب البرية ورجعوا ماتوا، هيدا الخبز هو ما بيموت يلي بياكل منه، لأنه جوهر هيدا الخبز هو المحبة مثل ما تفضل قبل شوي أبونا أحجازين وحكي. جوهر هيدا الخبز يلي بيعبي لنا حياتنا هو المحبة. المحبة اللي أعطانا إياها ربنا هي محبة كبيرة لدرجة أنه عم يعطينا ذاته لإلنا، هي محبة مجانية. هيدا المحبة مستعدة على طول لتعطي لكل شخص، كل جائع، كل محتاج، لحتى تجدد قوته أكتر وأكتر. فعايش خبرة الإيمان يلي نحن منلاقيها مع الرب يسوع هي مش بس تيغذينا ولا أنه نبني حياتنا على خيور مادية،
ولكن هي على الحقيقة وعلى يلي ما بتزول أبدا، على عطايا ربنا، على كلمة ربنا وجسده. مثل ما بيقلنا القديس يوحنا بإنجيله، وقت يلي يسوع عمل معجزة تكسير الخبز والخمس خبزات والسمكتين، وتاني نهار راح كفر نحوم بيلحقوا الناس، بيقول لهم انتوا ما جيتوا لهون لحتى تشوفوا العجيبة، انتوا جيتوا لأنكم أكلتوا وشبعتوا. فبيطلبوا منه انه نحن كيف لازم نعمل وشو يلي بدنا نعمله لنعمل أعمال ربنا. فبيقول لهم يسوع، يعني بيقولوا ماذا نعمل لنقوم بأعمال الله، وكأنه مفكرين هن أعمال الله هي بس أوامر، أعمال بعمل، نفذ طاعة، كل هالشي. بيرجع بيركز لهم يسوع أنه عمل الله أن تؤمنوا بمن أرسل، يعني عم بيشدد على نوع من الإيمان، مش بس لحتى تروحوا وتشوفوا العجائب وتشوفوا الآيات وأكلنا وشبعنا، لا، لأنه نحن نقوم بأعمال الله يلي هي أعمال الله بتفوت دغري بعلاقة المحبة وعلاقة الثقة مع الرب يسوع، وهي أعمال ربنا يلي منلاقيها أكيد بعلاقتنا من صميم الإنجيل، هي من أنه الواحد يشتغل أكثر من أجل خير الإخوة وخير حاجاتنا لكل شخص موجود. وهون البابا فرانسيس، هذا هو من كم يوم ب 15 الشهر كان يوم الفقير العالمي، حكي كتير عن هذا الموضوع، ومن ضمن اللي حكاه بيشدد لنا البابا فرانسيس، بيقول انه الرب عم يدعينا انه نحن ما ننسى ولو كان في ضرورة، لانه الواحد يقلق يكون في عنده هيدا القلق حول الخبز وكيف بده يعيش العائلة، هموم الحياة وهموم الحياة وكلها، ولكن بيدعينا انه نحن ما ننسى انه الاهم من كل هيدا الشيء هي العلاقة مع ربنا، وهي انه الواحد يعزز ايمانه باعتبار انه الله هو خبز الحياة يلي اجا ليشبع جوعنا للحقيقة وللعدالة وللمحبة بنفس الوقت. فهون نحن بدورنا قديش عم بيكون اتكالنا على ربنا كبير، انه نحن وخاصة بهيدا الظروف الصعبة يمكن اللي عم يقطع فيها البلد او العالم بشكل مش بس بلبنان، بالعالم بكل مكان، انه قديش الانسان عم نقدر نحن يكون اتكالنا على ربنا، هو الوحيد يلي قادر يكفينا، وهو الوحيد يلي قادر يشبعنا من محبته، من رحمته، من كل شيء، ويعبي هيدا الفراغ، هيدا الجوع الموجود بيه. لأنه كل ما الإنسان اتكل على ربنا أكثر، كل ما لقى الأمور مسهلة أكثر، كل شيء بحاجة له ممكن بيتأمن، ولكن بس وجود ربنا بحياتنا يلي بيعطينا هيدا الشبع الحقيقي. فهون نحن الشغل علينا قديش عنا هيدا العطش وهيدا الجوع ليسوع، انه هو يملي لنا حياتنا، مش نتركه ونروح مثل ما عملوا بالشعب العهد القديم نحفر آبار مشققة يلي ما بتجمع اصلا المي وما بتروي عطشنا ولا بتروي جوعنا. مزبوط. وقال كمان الماء الذي يشربنا عندي لا يعود فيعطش ابدا. نعم بالضبط، ليس مثل اللي بيعطينا اياه العالم، بيكون صحيح. مؤقت لما حكم هو حياة أبدية وماء حي لا ينفذ. انبسطنا كثير بسماعك مسير، شكرا كثير لاتصالك. انا كثير انبسطت فيكم ابونا جورج، دكتور فادي، ميرسي كثير. ان شاء الله نبقى على تواصل دائم، صلي لنا يا مسير. اكيد، وانتم كمان اذكرونا بصلاتكم. صلوات القديسين حبيبي. مع السلامة. باي باي. يعني حديث المسير عميق جدا، من حيث انه كل شيء بهالحياه بناكل بنشبع بنرجع نجوع، بتصير حتى انبساطنا بحياتنا، بتحضر ريسبشن حلو، بتطلع طشه مع شباب بتحبهم من ايام المدرسه، بتطلع مع بيتك اولادك، هذا كله مؤقت. بحكي جان باول اليسوعي، الاب اليسوعي، بحكي السعاده الدائمه هي التي تنبع من الداخل. صح. اللي انت مو بحاجه تاخذها، كل شيء بتاخذه هو لذه.
والذي دائما معروف عنها انها مؤقته لانها مبنيه على العاطفه. نعم. العاطفه متبدله كمان. الايمان اذا كان الايمان مبني على العاطفه فقط بيجي وقت ما لك الجلاد تصلي، ما لك تعبان زهقان بتكاش تروح على القداس بدك ما بدك تعمل شيء، هذا روح الكسل بخيم. كنا بنحكي عن الافراط وعكسه الاعتدال. صحيح. بحكي سليمان الحكيم عن نفسه بعد كل اللي عمله بحياته بحكي مهما اشتهته عيناي لم امسك عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح. هذا كان نصيبي من كل تعبي، ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملت، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. جامعة 2 عدد 10. يجد سليمان حكمته ويعود في الله بعد ما شاف إنه كل الأشياء بسويها طيب تطلع الشمس بتغيب بتنتهي القصة. يعني قديش بدك تأخذ لذة منها، قديش بدك تأخذ نسبيا منفعة حدية، قديش كان عنده إمكانية يوصل لكتير أمور. كل وصل بقول لك أنا كل إشي كان نفسي فيه عملته. وبعدين باطل قبض الريح كله. في موضوع الاعتدال على ما يبدو دكتور إنه الموضوع ترينينج، يعني ما فيش واحد فينا بجيناته جاي صالح 100%. صحيح. في معنى اتصال. دكتور جلال فاخوري، صباحك نور دكتور. هلا صباح النور، يا مرحبا. كيف الصحة دكتورنا؟ أبونا جورج رايحة معك والدكتور فادي رزق، أو الدكتور فادي رزق وأبونا جورج رايحة للأزبط. كلكو بركة. بس بدي أعمل لو سمحت هالكلمتين. تفضل دكتور. أولا الفلاسفة هم أساسا قديسين، والعكس صحيح أيضا، القديسين هم فلاسفة. وأعطيك مثل. طب. القديس باسكال وهو فيلسوف مشهور يعني كان في راكب في قطار وكان يقرأ عن الإنجيل، فإجا سأله واحد قال له أنت فيلسوف شو بدك تقرأ عن الدين وما دين؟ قال له بكرة كمان شوي بتشوف، كمان شوي بتشوف. بعد 5 دقائق عمل القطار حادث في أحد خنادق فرنسا، قال له شفت كيف إنه لازم الإنسان يقرأ الإنجيل باستمرار في حالة الصحو، في حالة السوء، وفي حالة الخير. هاي لها معنى كبير جدا، وهي إنه أي فلسفة، والسيد المسيح قال أنه أبطل حكمة الفلاسفة، أي فلسفة تخرج عن المحبة وعن إرادة الله هي ليست حياة. أي بمعنى ثاني أن الحياة مرتبطة بالمسيح نفسه. لذلك وسيلة المحبة هي للاتحاد مع الله وليس للتقريب مع الله، للاتحاد مع الله. أي أن المحبة جمعتنا نحن والمسيح في مكان واحد اسمه واحد. الملكوت الإلهي. هو الملكوت بالضبط دكتور. يعني دكتور كلام بالعمق، هذا هي الاتحادنا مع الله في بوتقة الملكوت اللي قال بيبدأ من هذا العالم. نعم، لأنه كلمة واحدة لا حياة أيا كان طائفته، أيا كان مذهبه، أيا كان الإنسان إنسان يعني، أيا كان بدون الله لا حياة له. وهذا ملخص كل الدين المسيحي. صحيح. أن السيد المسيح جاء ليتحد معنا، وهو جاء إنا وما ترك إنا مجال إحنا نروح له، يعني هو إجا إنا ليتحد معنا. نعم. وهذا هو وهذا سر الملكوت الإلهي، أن المحبة جمعتنا نحن والمسيح في مكان واحد اسمه ملكوت الله. صحيح. آمين دكتور، ويسلم لسانك على هذا الكلام اللاهوتي قبل أن يكون فلسفيا. شكرا دكتور. أهلا دكتور. أهلا، يعطيك ألف عافية. صباحك نور دكتور. شكرا. الله يخليك دكتور جلال. دكتور فادي، قامت الفلسفة على مثلث الله الكون الإنسانية جمعاء، هذا المثلث اللي عبر عنه
الفلاسفة بطريقة، الرسامين بطريقة، الشعراء بطريقة، وكل الحضارات منذ بدء التكوين لليوم تركت إن إرث حضاري. صحيح، وكل واحد باتجاه كان بيصبح. بالضبط. نعم. كيف يعبر الرسم عن ما يتوق إليه الإنسان؟ راح تحدثنا عنه باتصال مع الفنانة التشكيلية هبة قعوار. الشباب ترتبون الاتصال مع فنانة هبة. كيف يعبر الرسم عن مشاعر وأحاسيس جوانية دفينة؟ كيف يحول الأحلام التي يراها الإنسان الحالم ليلا إلى حقيقة في النهار؟ الصورة عبرت منذ الأزل عن حضارات، والكنيسة شرحت الأناجيل بالرسم. الفنانة الصديقة المبدعة هبة قعوار. ننتظر تجهيز الاتصال. شباب دكتور، شو رأيك بالرسم؟ كل شخص عنده دوافع من جوا وعنده ميول فنية، سواء أدبية بالرسم، سواء بالعلوم التربوية أو سواء بالفنون التشكيلية أو بالموسيقى. هذا كله الفنون، هاي أنا إيماني إنه الله أوجدها فينا حتى نعبر عنها. كيف واحد بيعبر عنها؟ بطريقته. كل الموسيقى بتلاقيه بيعبر عنها في مقطوعات موسيقية. إذا بتلاحظ الفنانين القدماء، يعني كل واحد كان يعبر عن موسيقى. في موسيقى فيها سخط وغضب وإشي، يعني كان متخصص فيها أكثر شيء بيتهوفن، لأنه كان حياته صعبة شوية، كان كلياتها ضغط وضرب وأسى. روح على موزارت، كله بسموه الموسيقى الفرحة، حتى بوزعوها في المستشفيات لكل أم بتجيب بيبي جديد، بيعطوها هذا السي دي عشان دائما تسمع هي والبيبي. هذا الشيء الرسم. الرسم واحد تلاقيه بيعبر عن مكنوناته من جوا، سواء بيعبر عن شكره أو سواء بيعبر عن غضبه أو سواء بيعبر عن احتياجه. كل شيء له نمطه. فالله أوجد فينا هذا الفن حتى نعبر ونشوف كيف كل واحد بيشرح. أنه يمكن الفنانة هبة قعوار صارت موجودة معنا هلأ على الاتصال، يمكن هي تشرح لنا أكثر عن هذا التعبير الداخلي من خلال الفن. سلام المسيح هبة. سلام المسيح معك أبونا. الله، وسلام المسيح معكم جميعا. سعيدة أكون معكم في هذا الصباح. يعني خلال السنوات الماضية وعم بنشوف المعارض الفنية لحضرتك، وعم بنشوف كيف أعطيتي الأطفال وخصوصا اللي عندهم صعوبات تعلم، اللي عندهم مشاكل، قديش قدرتي أنك تدربيهم تيعبروا بدون لغة إلا لغة الرسم، تلك اللغة التي نقلت لنا حضارات. كنا بنحكي أنا والدكتور فادي رزق قبل قليل. صحيح. فحضرتك مدربة مش بس رسامة، يعني عندك الإمكانية، يعني مش كل عالم أو فنان بيقدر يعطي اللي عنده للناس يعلمهم. يعني هو مبدع برسم، بس أنا مو شرط أكون أنا دكتوراه تاريخ إني أدرس تاريخ. صحيح. لكن أنت أخذت هالموهبة. كيف اليوم بيعبر عن هذه الأحاسيس، عن هذه المشاعر، عن هذا المكنون الداخلي اللي هو في النهاية قضية إيمان وقضية شغف. صحيح. وقضية نهج في الحياة. يعني كل واحد، الله بيحكي لنا القديس بولس إنه مواهب بالجسد، كل واحد فينا لا تستطيع العين أن تقول أنا أهم منك للأذن. فكلنا مواهب بالروح القدس بالكنيسة بتجمع كل واحد فينا. شو بتحب تحدثينا؟ صحيح، إحنا أكيد جسد واحد في المسيح. أمين. وزي ما ذكرته في السابق إنه الله هو اللي أوجد في الإنسان الحب للفن، والإنسان بفطرته فنان. يعني ما في داعي حدا يجي يعلمك إنه أنت بتحب الفن أو بتحب الموسيقى، بتحب الرسم، بتحب النحت. وهذا الشيء منشوفه عبر تطور الفن بالتاريخ، إنه كيف الفن كان دائما يمشي بنفس المستوى مع التطور الحضاري للإنسان. لهيك منلاقي الإنسان القديم كيف بلش ينقش على الصخور بالأدوات المتوفرة عنده، بس كان عنده هاي الحاجة إنه يعبر عن نفسه، عن الأمور اللي بيعيش فيها، البيئة اللي بيعيش فيها، الأعمال اللي بيعملها من زراعة، من صيد حيوانات، كلها كان يوثقها على هاي الكهوف القديمة. ومع تطور الحضارة للإنسان بلش يعبر عن الأمور الجديدة اللي عم بيكتشفها، الأمور الجديدة اللي بمر فيها. ومنلاقي حالنا بهاي الأيام بحاجة شديدة للتعبير عن النفس. زي ما في علاج للجسد لما يتعب ويجوع ويمرض، في علاج لازم ضروري جدا، علاج للنفس. وهو مبدئيا بيكون على الأقل في التعبير عن النفس، إنه ما نكبت إحنا الأفكار والمشاعر اللي عم بتدور في بالنا، سواء كنا أطفال، شباب، وأيضا الكبار. كلنا ما في فئة عمرية مستثناة من التعبير عن النفس. للأسف إحنا المشكلة اللي بنوقع فيها إنه بنعتبر إن الفن بخص فقط الأشخاص الشاطرين في الرسم،
حتى هاي الكلمة شوي قاسية حتى على أي فئة عمرية، إنه الفن بس للشاطر في الرسم. صحيح. هلا إحنا إذا بتكتشفي فنانتنا، إذا بتكتشفي إنه لما الأولاد برسموا رسمات معينة بتكتشفي إنه مرات بيعبر عن موقف خطير جدا من خلال رسمة. صحيح 100%. طبعا هاي الرسومات العفوية يمكن تحليلها من خلال الخط والحجم واللون. صح. والموقع وطريقة الرسم، كل هاي إلها إشارات ودلالات عن أمور هو شاعر فيها. هلأ طبعا يعني رح أرجع أكمل إنه إحنا الفن طبعا لجميع الفئات، ومنها زي ما أنت ذكرت أيضا الأشخاص اللي عندهم صعوبات أو تحديات في التعلم مهما كانت. الفن بيكون مفيد لإلهم جسديا ونفسيا، في بيساعد العضلات حتى ترتخي، وبرفع من الثقة بالنفس، وبيضيف روح إيجابية للشخص. نعم صحيح. وإحنا هلأ كأشخاص مرينا في جائحة، مرينا في ظروف صعبة كتير، بحاجة إنه هاي الفترة نعبر عن أنفسنا، لأنه التعبير عن النفس سواء عن بطريق الرسم أو التلوين أو بجميع أشكال الفنون التشكيلية، منها الخزف، النحت، الفتيفتاء، التشكيل بالصلصال. في كمان عندنا أشخاص بيعملوا فنون أخرى، يعني الأشغال اليدوية برضو هي تساعد على تفريغ يعني نحكي المشاعر السلبية اللي إحنا بتكون موجودة عندنا. وطبعا زي ما حكينا إنه الله هو اللي وضع فينا هذا الشيء اللي هو طريقة للتفريغ هاي المشاعر، فالأفضل إنه ما نكون قساة على أنفسنا ونحكي إنه أنا الفن مو لإيدي. مثلا أنا لا أجيد الغناء، بس هل أنا ما بسمع موسيقى أو صوتي مش حلو؟ بس مثلا ما بحرم حالي من جميع هاي الفنون. وهي طبعا كلها خلال ممارستنا للرسم. إحنا شو رح نرسم؟ رح نرسم الطبيعة، رح نرسم جمال الإنسان، رح نرسم الأخوة والمشاعر الحلوة أو المشاعر اللي بتغضبنا، وهذا كله فيه مناجاة لله، فيه تأمل في جمال خليقته. صحيح. حتى لما نمارس الرياضة أو نمارس باقي الفنون زي المسرح والموسيقى وغيرها، كله هذا فيه بلفت بوجه أنظارنا إنه قديه ربنا خلق فينا جمال، وخلق فينا وضع فينا صفة مش موجودة في باقي المخلوقات، وهي الإبداع. صح. وهي حب الحياة وحب الفن. وهنا منيجي لأهمية إنه قديش إحنا نوفر مساحة لأنفسنا، لأبنائنا، في مدارسنا، في كنائسنا، في مجتمعاتنا، إنه الفن يكون قريب من الناس، يكون سهل بسيط، أدواته متوفرة دائما، حتى نساعد الأشخاص إنهم يعبروا عن أنفسهم. وكمان يعني يفضل إنه ندخله في خدماتنا، لأنه إحنا لما نتحدث عن مواضيع معينة، ناخد عظات أو محاضرات أو ورشات عن موضوع معين، يفضل إنه نربطه دائما في عمل يدوي، في رسوم، في موسيقى، في تمثيل معين، حتى هاي الواحد يعيش الخبرة يلي هو عم بيتعلم عنها، وبهيك بيساعد الإنسان يفهم نفسه أكتر، وبالتالي يعرف شو بده من الله أكتر، يعرف وين موقعه أكتر. حتى صلاته ممكن يعني تعتبر صلاة، جميع أنواع الفنون هاي هي بمثابة صلاة، لأنها بتوصلنا بالله بطريقة معينة، يعني بتخلينا أكتر في وعي وإدراك لحالتنا، فبتساعدنا نطلب بطريقة محددة أكتر. برسم طلبتي، بحطها قدامي، برسم الشيء اللي أنا مفرحني وبحطه قدامي وبضلني أشكر عليه، أو برسم الشيء اللي أنا محزني وبحاول إني أنا دائما ألاقي البديل لإله، أو ألاقي شيء يعوض عن هذا الشيء، عن هذا الحزن. صح. 100%. يعني بيلبي حاجاته. في مداخلة بسيطة هبة، هلا يعني في فرق ما بين الشيء اللي هو أصلا بالفطرة بجيناته الواحد انولد فنان، وفي شيء مكتسب بتعلمه ممكن. هلا احنا بنميز انه قبل شوي بتقول انه مو شرط الواحد يكون صوته حلو، بس المهم انه يمارس الهواية اللي عنده، بس المهم المكان. يعني انا مش اطلع اغني على المسرح وصوتي مش حلو، بس في البيت بالمطبخ بطبخ بغني ماشي الحال. فواحد يطلع يرسم ويعمل معرض فن تشكيلي وهو متعلم ماخذ دورة، يعني يمكن يفوت بالحيط شوي. فالاعتدال يعني شوي سرعة المداخل بحاجة، طبعا اكيد بحاجة لتوجيه. احنا لهيك عشان في فرق. هلا الفن صح هو يعني قد يكون موهبة، يعني ممكن اتفق مع هاي الجزئية، لكن ايضا في عنا الرسم هو مهارة،
بالنهاية يعني يستطيع أي إنسان إنه يتعلمها. وطبعاً أكيد الواحد ما يعني ما بيروح يتهور في مجال إنه مثلاً أنت زي ما حكيت داخل البيت ما بروح أنا بإشي مش يعني متمكن منه بروح أتصرف فيه في مكان واسع أو يعني يضر المصلحة العامة بطريقة أو بأخرى. دائماً أكيد في توجيه. لهيك مثلاً بصير عندنا مشاريع جداريات، مشاريع للرسم، بيكون في فنان مشرف وبيجوا أشخاص ما عندهم أي خبرة أبداً لكن بيشاركوا في هذا المشروع. صحيح. هذا اللي إحنا بنقصده، إنه أكيد في توجيه، في إشراف بيكون على هذا الشيء، بس الفكرة إنه الواحد ما يخاف إنه يجرب، لأنه اللون هو زي ما أنت حكيت لغة وهو علاج. أنا لما أعطي طفل أو شخص تعبان أعطيه اللون الأزرق واللون الأخضر قد ايه بمتص من حزنه أو بمتص المشاعر السلبية اللي عنده، وبالعكس يعكس عليه يعني روح إيجابية يكمل فيها باقي يومه. نعم. وبيساعده يصفي ذهنه. نعم. الحديث يطول جدا بالموضوع، لذلك لن نتركك إلا على الوعد في حلقة بالاستديو. أكيد أكيد 100%. وأنا تشرفت فيكم أبونا وفي الأب فرح والدكتور فادي والمسير، بتمنى لكم يوم سعيد وشكرا لموضوعكم الرائع. الله يخليك. شكرا. الله يحميك. سلام المسيح. سلام المسيح معكم. الله يحفظك. يعني جميل جميل التعبير هذا، المكنون الداخلي. أنا بعشق لما أشوف أحاول أقرأ لوحة. صح. حاول شو يعني، زمان كنا وإحنا صغار نشوف شو الخرابيش، شو اللي عامل هذا الفن التشكيلي، مش ما تعرف شو اللي منها. لما تفوت باللون بالعمق وتأمل بدها وقت. هل اللوحة هاي، مرة سأل صديق لإلي فنان تشكيلي بقول له أنا مش فاهم، بس بقول لي أوكي بس وقف وتطلع عليها، شو رأيك؟ إيش شعرت؟ شو اللي بدر لك منها؟ قول لي. لما بلشت احكي له بقول لي شفت، انا هذا اللي كنت عمالي بقصده من هاي اللوحه. هي عظه فهو عظه. يعني بتلاقي موضوع يعني كلام مش مفهوم لكن انت بتقراه بطريقه تانية، بطريقه فن، اللغه عالميه. عشان هيك ابونا دائما الشغف اللي بيطلع، خلينا نشجع دائما على الشغف. ايش ما كنت عم تعمل اذا لقيت شغفك امشي وراه، هون بلش اشتغل واستثمر بحياتك بخلال شغفك. هذا الاشي كتير مهم اللي بيخلينا نتنوع وبيخلينا نتحرك ونكون مميزين ومنفردين بهذا الاشي. نعم، دقائق قليلة تفصلنا عن انتهاء البرنامج، لذلك لو بالمختصر دكتور بحكي أنا في الفقر جوع وفي الغنى شبع ودسم والنفس الشبعانة تدوس العسل. نعم. بحكي الكتاب بين الفقر والغنى المادي أنانية متخم وجشع بخيل. اليوم احنا كنا بالماضي نخجل انه كمنظمات انسانيه ككنائس ان نطلب من الاغنياء، نطلب، تجاوزنا مرحله الخجل. بما انك انت ما بتطلب لنفسك شخصي، انت بتطلب لمشروع واضح المعالم، انت مغطي الشفافيه الماليه لمشروعك لكذا. فاليوم انه نوجه رساله اختم فيها، ان ما 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 ان نخجل ان نطلب من الناس اللي عارفين انهم بيقدروا يساعدوا. صحيح. حتى لو ساعدوا بالقليل، فلس الارمله من هون بتجمعهم. طبعا. بهذا الصيام يعني شو بتختم دكتور؟ يعني نختم اول شيء انه خلينا دائما نصلي يا رب حط امامنا الاشخاص المناسبين في كل مكان حتى يقدروا يساعدونا، حتى نقدر نمشي بالخطوات السليمه، حتى يقدروا يدعمونا سواء نفسيا او روحيا، سواء على مستوى زي ما تفضلت ابونا مشروع معين محتاجين نمشي فيه بخطوات واضحه، هو مش لإلي شخصي لكن هو بفيد المجتمع وبفيد الناس. محتاجين انه نصلي ربنا يحط امامنا هدول الاشخاص اللي عن جد مثقلين على قلبهم، وانا نعم. متاكد انه في ناس مثقلين على قلبها دائما تساعد في كل شيء. نعم. ومن ناحيه الامور النفسيه والجسديه دائما فكر انه تكون معتدل متزن، تكون تفكر بطريقه واضحه، استشير الناس، افهم من الناس اللي كيف ممكن يساعدوك في هذا الشيء، حتى ما تروح للاكستريم، سواء الاكستريم النهمي او الجوع النهمي هذا، او الاكستريم الممل اللي تحت انك بدكش تعمل ولا شيء وقاعد كسل وفقر. بالضبط. نعم. بحب أعتذر من كل المتابعين اللي كانوا على السوشيال ميديا أنه اليوم نظراً لأربع ضيوف على التليفون وخمسة بالاستديو وأنا ستة، فالوقت داهمنا، وما نعتذر منكم دكتورة باسمة، بتعوضكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في تعليقاتكم ومحبتكم، ونشوف أنه وين ما بنلف وين بنروح عم بحكوا عن صباحكم نور، عم بحكوا عن عمل نورسات في الأردن اللي وصل رسالة الناس من الشمال للجنوب، ربطنا كنا مع بعضنا البعض. بنصلي لدكتورة باسمة، شغلها بالأردن، لفريق العمل، لكل الشباب اللي داعمين إنا مثل الدكتور فادي والأصدقاء اللي عم زي أبونا نبيل حداد كمان ببرنامجه، وزي كل هالبرامج الشباب اللي بيعدوها. يعني بنشكر ربنا على جميع إذا العمل. بتسمح لي أبونا، أنا بدي أشكر عن جد قناة نورسات، مش لأجل لأني هلا موجود فيها، أنا بدي أشكر دكتورة باسمة لأنه هي
عندها بعد تتطلع مع البرامج اللي بدنا نسويها او الافكار اللي بنحكيها، هون ببلش الاختلاف، هون ببلش النوعيه المميزه المنفرده. عندها الحس تلقط بالضبط. فبشكرها كثير من كل قلبي، لانه من اول انطلاقه في انه هون من برنامج تغيير كان من نور سات، فشكرا كمان مره للاستضافه. يعطيكم العافيه. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تصحبكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير.